قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين سبحان الله وما أنا من المشركين توقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال توقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال لنلقى رضا الله في كل حال الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته أما بعد فإخوتي في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فتقوى الله وصية الله جل جلاله للأولين والآخرين للمؤمنين وللناس أجمعين وتقوى الله كما أقول دائما هي العاصمة والله من كل قاصمة آه لو حققنا مقام التقوى آه لو وصلنا إلى درجة المتقين آه لو راقبنا ربنا في السر والعلن آه لو كان باطننا كظاهرنا لو كان سرنا كعلننا لو راقبنا الله عز وجل مع كل كلمة ومع كل خطوة ومع كل حركة وسكنة والله لو وصلنا إلى هذا لأنزل الله علينا البركات من السماوات ولفجر من تحت أقدامنا الخيرات ولجعلنا في سعادة في الدنيا تفضي إلى سعادة عظيمة وكبيرة ولا تتصور في الآخرة فاللهم ارزقنا التقوى اللهم اجعلنا من عبادك المتقين وعد الله أهل التقوى باليسر بعد كل عسر فقال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا فاللهم يسر أمورنا وعد الله أهل التقوى بالفرج بعد كل ضيق وحرج فقال جل جلاله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هل تصورتم ومن يتق الله يجعل له مخرجا يجعل له من كل ضيق فرجا ومن كل هم وعنة مخرجا
ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاللهم أوجد لأمة الإسلام فرجا قريبا ومخرجا يا رب العالمين، آمين. عباد الله، هذا هو الأسبوع الأول في الشهر الأول من هذا العام الهجري الجديد. نحن في الأيام الأول من شهر الله المحرم من العام الثامن بعد الثلاثين بعد القرن الرابع عشر من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعدة الشهور عند الله 12 شهرا كما قال رب العالمين، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم، وشهر الله المحرم من الأشهر الحرم، ذلك الدين القيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذا الشهر المحرم هو بداية هذا العام الهجري الجديد، هو شهر عظيم، شهر حرام من الأشهر الأربعة الحرم، ومطلوب منا ألا نظلم فيه أنفسنا بمعصية الله عز وجل، بالتقصير في طاعة من طاعاته، أو بركوب محظور من نواهيه، أو بظلم أحد من خلقه. شهر عظيم عند الله عز وجل. قال فيه النبي الكريم، والحديث رواه مسلم، إن أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. أفضل شهر ينبغي على العاقل أن يغتنم فيه عبادة الصيام لله عز وجل بعد رمضان شهر الله المحرم. من السنة أن نجتهد في عبادة الصيام فيه، وأوكد يوم ينبغي ألا نفرط في صيامه من شهر الله المحرم يوم عاشوراء، اليوم العاشر من المحرم. ومن السنة أن تصوم اليوم التاسع قبل اليوم العاشر، مخالفة لليهود والنصارى كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدم النبي المدينة، والحديث رواه مسلم، فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم لماذا تصومون هذا اليوم؟ قالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى وقومه، وأهلك فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله عز وجل، فنحن نصومه شكرا لله عز وجل. قال نحن أولى، نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم. ثم سألوه بعد، يا رسول الله، هذا يوم تعظمه اليهود والنصارى. قال فإذا كان من العام المقبل صمنا يوم التاسع مع يوم العاشر
يعني مخالفة لليهود والنصارى، فلما جاء العام المقبل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لحق بالرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالسنة إذن أن نصوم يوم التاسع مع يوم العاشر، فإن عجزنا صمنا يوم العاشر فقط على الراجح من أقوال أهل العلم. والسنة أن نجتهد في عبادة الصيام عموما في شهر الله المحرم. عباد الله، شهر من عام هجري جديد، يعني مر من أعمارنا عام، اقتربنا فيه من قبورنا خطوة، اقتربنا فيه من الدار الآخرة مرحلة. انهدم عام من عمرنا، انهدم عام من حياتنا، وقربنا إلى القبور خطوة ومرحلة. فعلى العاقل أن يحاسب نفسه دوما كلما مر من عمره مرحلة. نفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى جزء من العمر، عام من حياتك مر، اقتربت من قبرك خطوة، فهلا حاسبت نفسك قبل أن تحاسب؟ وهلا وزنت عملك قبل أن يوزن عليك؟ يا عبد الله، أن الله عز وجل قائم على كل نفس بما كسبت، وأنه سيحاسبك غدا عن النظرات وعن اللفظات وعن الخطوات وعن الخطرات وعن النيات. ميزانه لا يفوت عملا ولو كان وزنه قطمير أو نقير أو فتيل أو أدنى من ذلك. قال رب العالمين: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ميزان ربنا سيحصي عليك العمل ولو كان وزنه مثقال ذرة. فعلى العاقل الذي يوقن بأنه إلى الله سيرجع وبأنه سيقف بين يديه وحيدا، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. على العاقل الذي يؤمن بذلك أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، وأن يزن عمله قبل أن يوزن عليه. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ماذا قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، خافوا الله، راقبوا الله. الله يحذركم من نفسه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال جل جلاله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال الحسن البصري لا تجد المؤمن إلا وهو يعاتب نفسه، يعني يحاسبها، ماذا أردت بكلمتي؟ أنا ليه قلت الكلام ده؟ ماذا أردت بأكلتي؟ ماذا أردت بخطوتي؟ والآخر المنافق يمضي قدما ويتمنى على الله الأماني. حاسب نفسك قبل أن يحاسبك الله، حاسب نفسك قبل أن يحاسبك الله عز وجل، وزن عملك قبل أن يوزن عليك. قال جل جلاله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تحشر أنفك فيما لا يعنيك، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتكلم إلا فيما تعلم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والله سنسأل عن جوارحنا، عن أسماعنا، عن أبصارنا، عن قلوبنا، حتى عن القلوب وما فيها من حب وبغض، وما فيها من إخلاص أو نفاق، وما فيها من توكل وإنابة ويقين أو شك وريب ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنسأل يوم تبلى السرائر. نحن نتعامل مع إله يعلم الجهر وما يخفى، بل يعلم السر وأخفى جل جلاله. قال وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون. ستقف بين يدي ربك وحيدا، بلا مال، بلا زوج، بلا ولد، بلا منصب، بلا أهل، بلا حسب، ليس معك إلا عملك وحسب. السعيد إذن من حاسب نفسه قبل أن يحاسب. هكذا قال الفاروق عمر، والحديث رواه أحمد في المسند وابن الجوزي في صفة الصفوة، وبعضهم رفعه من كلام عمر إلى كلام النبي. قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة. الله سيكلمك يوم القيامة وليس بينكما ترجمان. قال النبي فينظر العبد، يعني أيمن منه، يعني عن يمينه،
فلا يرى إلا ما قدم يعني من عمل صالح، وينظر أشأم منه يعني على شماله، فلا يرى إلا ما قدم يعني من عمل سيء، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق طمرة. فاللهم حرمنا على النار، اللهم حرمنا على النار، اللهم أدخلنا الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب. عام من عمرك أخي الكريم مر، هل لا نظرت فيه؟ إن وجدت فيه خيرا فاحمد الله، وانسب الفضل في كل خير بذلته لله، وسل الله الثبات على الحق والزيادة في البر. وإن وجدت شرا، إن وجدت تفريطا وتقصيرا، إن وجدت شرا فبادر بتوبة قبل أن تبادر بالموت، فإن مصيبة الموت العظيمة أنه لا يأتي إلا بغتة، ولا علاقة للموت بالمرض، فالصحيح يموت والمريض يموت، ولا علاقة للموت بالسن، فالصغير يموت والشيخ الكبير يموت. الموت له سبب واحد، انتهاء الأجل، انقضاء العمر. فلا تعول على عافيتك وتقول الأيام أمامي، ملايين ماتوا ولم يشتكوا من علة. لا تعول على شبابك وتقول المستقبل أمامي سأتوب غدا. مئات الملايين من الشباب يملؤون القبور. لكل أجل كتاب، من لم يمت بالسيف مات بغيره. تعددت الأسباب والموت واحد. حاسب نفسك، فإن وجدت تقصير فبادر بتوبة، بادر باستغفار، تضرع إلى الله عز وجل أن يهدي قلبك، أن يبعد عنك قرناء السوء، أن يعينك على نفسك الأمارة بالسوء. الصحابة كانوا يفعلون هكذا. عمر الفاروق، عمر الفاروق الذي كسر الله به الروم وأذل به الفرس، الذي فتح الله به الفتوح، الذي ملأ الأرض عدلا رضي الله عنه، الفاروق هذا الإمام العالم الرباني الكبير، يقول أنس سمعت عمر يوما وقد دخل حائط يعني بستان يقول وهو لا يراني، عمر أمير المؤمنين بخٍ بخٍ، والله لتتقين الله أو ليعذبنك يا عمر. يحاسب نفسه عمر يقول والله لتتقين الله أو ليعذبنك يا عمر. ولما استوقفته العجوز وأخذت تقول له كلاما شديدا، لقد كنت عدما فأوجدك الله، ثم أصبحت عمر، ثم أسلمت، ثم أصبحت أمير المؤمنين، فاتق الله في أمة محمد يا عمر، واعلم أن من أيقن بالحساب خاف من العذاب، ومن أيقن بالموت خاف من الفوت. وعمر يطرق برأسه للأرض ويسمع
قال أحدهم: من هذه العجوز التي تغلظ لك وأنت تسمع؟ قال: ألا تعرفها؟ هذه امرأة سمع لها الله، أفلا يسمع لها عمر؟ هذه خولة التي أنزل الله فيها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. لما وعظته وذكرته بيوم الحساب سمع، ثم قال كلمة عظيمة جدا، قال: لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. فاللهم اجعلنا من عبادك المتقين. كل الصحابة كانوا يحاسبون أنفسهم. عمر فاتته صلاة العصر في الجماعة الأولى مرة لانشغاله بأرضه، فتصدق بها وكانت تقوم 200,000 درهم. خرج إلى أرض له في المدينة، تأخر وجاء بعد جماعة العصر الأولى، صلى العصر في جماعة في وقت العصر، لكن في الجماعة الثانية قال: هذه الأرض شغلتني عن صلاة العصر في الجماعة الأولى كلها لله. وهذا من باب محاسبته لنفسه. وسليمان النبي عليه السلام لما شغل بالصافنات الجياد حتى غربت الشمس قال: ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، ذبحها وتصدق بها كلها، لأنها شغلته شيئا يسيرا عن ذكر الله عز وجل. عبد الله بن عمر تأخر عن صلاة المغرب حتى بدا في السماء نجمان، فأعتق عبدين، وكان إذا تأخر عن صلاة قام الليل كله، يعني إذا دخل في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى في الركوع مثلا، إذا لم يدرك الإمام في تكبيرة الإحرام قام الليل كله، من باب محاسبته لنفسه رضي الله عنه. والكلام في محاسبة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين لأنفسهم يطول. قال ابن القيم: ومحاسبة العبد لنفسه بأن ينظر في الفرائض، 5 صلوات في اليوم والليلة، صيام رمضان، الزكاة، حجاب المرأة المسلمة، الفرائض، بأن ينظر في الفرائض، فإن وجد فيها تقصير وخلل بادر بإصلاح، ثم ينظر في المناهي، فإن وجد نفسه قد ارتكب حراما بادر بتوبة واستغفار، ثم ينظر في غفلة نفسه، فإن وجد نفسه غافلا عن ذكر ربه، فإن وجد نفسه غافلا عما خلق له بادر باجتهاد في طاعة الله عز وجل. ومحاسبة النفس تكون قبل العمل وبعده. قبل العمل تنظر في همك ونيتك، انت رايح تعمل عمرة ليه؟ قبل أن تأتي بالعمرة ليه؟ طاعة لله، طاعة لرسوله، طمعا في الأجر والثواب. أشد الرحال إلى بيت الله الحرام، أقوم بزيارة بعد ذلك لمدينة رسول الله، أشد الرحال إلى الحرمين طمعا في مضاعفة الأجر في الصلاة فيهما. إن وجدت في نفسك أن الهمة، أن النية خالصة لله، فامضي، وفقك الله عز وجل. وإن وجدت في نيتك غبش أو خلل فأقصر حتى تصلح نواياك،
وتحاسب نفسك بعد العمل تنظر هل أديت الطاعة على الوجه الذي يحبه الله؟ هل صليت كما صلى رسول الله محمد؟ هل صمنا كما صام نبي الله محمد؟ هل فعلنا كذا وكذا من الطاعة بميزان النبي محمد؟ هكذا تكون محاسبة النفس، والعاقل لا يحاسب نفسه في كل عام ولا في كل أسبوع، بل في كل ليلة عندما تضع رأسك على الوسادة قبل أن تنام، فكر فيما قدمت في يومك، فإن وجدت خيرا قل الحمد لله، اللهم ثبتني على الحق وزدني منه، وإن وجدت نفسك قد قصرت فقبل أن تنام استغفر ربك وتب إلى ربك وعاهد ربك أن تكون على مرضاته، وسله أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. عام من أعمارنا انقضى، ينبغي أن ننظر فيه وأن نحاسب أنفسنا. هذا العام أصبح الآن بين يدي الله عز وجل، سنراه يوم القيامة في صحيفة الأعمال، يمكنك أن تستدرك عليه بتوبة واستغفار واجتهاد في طاعة الله في هذا العام الجديد. أسأل الله أن يعنا على حسنات يمحو بها كثير السيئات، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله أمر بالصدق والأمانة والوفاء، وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. بين أياديكم عباد الله شهر عظيم، فيه يوم عظيم جدا، يوم عاشوراء، من صامه كفر الله عنه ذنوب سنة ماضية. الله أكبر. لما سأل قتادة النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل صوم يوم عاشوراء قال إني لأحتسب على الله أن يكفر، يعني به ذنوب سنة ماضية. هل هناك أكرم من الله عز وجل؟ تصوم يوم واحد فيغفر لك به ذنوب عام، يعني تصوم من الفجر إلى المغرب، هب أن النهار كالليل 12 ساعة، كل ساعة ربنا يغفر لك بيها ذنوب شهر. هل سمعتم بهذا الجود والكرم؟ كل ساعة تصومها في يوم عاشوراء يغفر ربنا بها ذنوب شهر من شهور السنة. اللهم عاملنا دائما بكرمك، أي كرم وأي فضل. والله نحن أمة مرحومة، لكننا معرضون عن هذا الخير. إياك أن يفوتك صيام يوم التاسع وصيام يوم العاشر، وإن شئت أن تصوم اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر
من هذا الأسبوع من باب النفل الذي لا علاقة له بعاشوراء فخير خير. يوم عاشوراء هو يوم الثلاثاء القادم، نصوم التاسع بنية أنه يوم الاثنين، والنبي كان يصوم في كل اثنين وخميس، وبنية أنه يوم التاسع الذي أمر النبي بصيامه قبل العاشر مخالفة لليهود والنصارى فيضاعف الأجر. ثم تصوم الثلاثاء يوم العاشر، وتصوم الحادي عشر كنافلة مطلقة لا علاقة لها بعاشوراء، ثم تصوم يوم الخميس، ومن السنة أن تصوم في كل اثنين وخميس. هذا أسبوع الصيام كما يقول كثير من طلبة العلم، بل هذا هو شهر الصيام، فالنبي قال أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله الذي تدعونه المحرم. فالبضار البضار إلى هذه الطاعة يا عباد الله، يوم عاشوراء لنا فيه ذكرى عظيمة نحبها ونشكر الله عليها، ونصوم هذا اليوم شكرا لله عليها. هذا هو اليوم الذي أهلك الله فيه فرعون ومن معه، ونجى فيه موسى ومن معه، وموسى رجل من بني إسرائيل، الله نجى موسى الإسرائيلي ومن معه من بني إسرائيل، وإسرائيل يعني يعقوب سيدنا يعقوب، هؤلاء أولاده، وأهلك فيه فرعون المصري ومن معه. ومع ذلك نحن كمصريين نصوم هذا اليوم فرحا بهذا النصر، فولاؤنا إذن لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين، وبراؤنا إذن من كل أحد يحارب رب العالمين. فهل استوعبتم هذا الدرس من صيام يوم عاشوراء؟ بالأمس القريب كنا نحتفل بانتصارنا على اليهود، وبعد أيام سنحتفل بنجاة بني إسرائيل. موسى عليه السلام مسلم، والمسلمون أولى به من بني إسرائيل، والنبي قال هذا ليهود المدينة: نحن أحق بموسى منكم، ونحن أحق بكل نبي. ففرحنا لما أغرق الله فرعون ونجى الله موسى، مع أن موسى ليس من بني جنسنا، لكنه مسلم نبي كريم من أنبياء الله، لاقى وقومه العنت من فرعون ومن جلاوزة فرعون. هذا أعظم حدث وقع في يوم عاشوراء، هذا يوم فرح بعز الإسلام والمسلمين وبهزيمة الكفار عبدت فرعون وفرعون. فرعون كان يقول للناس: أنا ربكم الأعلى. فهل بعد هذا الكفر كفر؟ يقول للناس: ما أريكم إلا ما أرى. قتل من بني إسرائيل آلاف من الأطفال، المرأة تضع طفلها فإن كان ذكرا ذبحوه ذبحا. كل هذا
حتى لا يخرج موسى عليه السلام. فخرج موسى وتربى في قصر فرعون أمام فرعون تحت سمعه وبصره سبحان الله، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال إنهم يكيدون كيدا وأكيده كيدا. جل جلالك يا رب، موسى يذهب بنفسه إلى فرعون في تابوت بعدما يرى الموت في النهر، ويذهب إليه لقمة سائغة غضة طرية في قمة الضعف لا يملك لنفسه شيئا، فيقذف ربنا حب موسى في قلب زوج فرعون، ويتربى موسى في قصر فرعون. الله أكبر. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم دبر لأمة محمد فإنها لا تحسن التدبير. سبحان الله، هذا أعظم حدث وقع في يوم عاشوراء، ووقع في يوم عاشوراء أيضا معركة القادسية. عمر الذي كسر الله به الفرس أخرج جيشا جرارا يقوده الأسد في براثنه، المبشر بالجنة، الوحيد من الصحابة الذي فداه النبي بأبيه وأمه، صاحب الدعاء المستجاب، خال نبيكم سعد بن أبي وقاص بطل القادسية، كسر الله به الفرس في معركة القادسية في يوم عاشوراء. فهذا يوم فرح للمؤمنين، وحزن وغم ونكد على من يريدون استعادة أمجاد فارس. ثم وقع في هذا اليوم حادث يدمي القلب، ألا وهو استشهاد الحسين رضي الله عنه في كربلاء في يوم عاشوراء. هذا اليوم العظيم اخترع الناس فيه بدع، فمن البدع بل من أعظم البدع في يوم عاشوراء ما يفعله الشيعة، والشيعة لا علاقة لنا بهم، يخالفوننا في العقيدة في كثير من العبادات، في الحرام والحلال. هذا لمن يقول التقارب، وكل من يقول التقارب فضح في هذا الزمان بما يفعله الشيعة. الشيعة في يوم عاشوراء يقومون بالتطبير واللطم وضرب الرؤوس والظهور بالسلاسل والسكاكين. الدنيا كلها تشاهد هذا. لماذا تفعلون هذا يا قوم؟ حزنا على الحسين، لأن أجدادنا خذلوه وباعوه وغدروا به كما غدروا بأخيه الحسن وبأبيه علي رضي الله عنهم. طب وما شأنك أنت؟ هل أنت الذي خنت وخذلت وغدرت، أم جدك البعيد؟ ما ذنبك أنت؟ وربنا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإذا فعلت ذنبا هل أمرك الله إذا تبت منه أن تجلد نفسك، أن تضرب نفسك بالسكاكين والسلاسل، أم تستغفر وتتوب وترد المظالم؟ جنون. حتى الأطفال يحملهم الآباء،
يخدشون رؤوسهم ويلطمون على الجراحات والدماء تنسف، يضربون ظهورهم بالسلاسل بالسكاكين، يلطمون يطينون الرؤوس والوجوه. هل هذا دين؟ هل هذا ما أمر به رسول الله محمد؟ لقد مات من هو أعظم من الحسين. وما فعل الصحابة هذا؟ مات رسول الله، فهل لطم علي رضي الله عنه؟ هل لطم الحسين يوم مات جده النبي؟ أبدا. مات علي شهيدا، وعلي أفضل يقينا من الحسين، فهل لطم الحسين على موت أبيه؟ هل لطم الحسن على موت أبيه أو أمه فاطمة؟ إن لطم الخدود شغل النساء وهو من الكبائر، والنبي بريء من الحالقة والسالقة والشاقة. حالقة المرأة التي تحلق شعرها حزنا لموت حبيب، السالقة التي تصرخ بالنياحة، والشاقة التي تشق الملابس، هذا كله شغل النساء ومن الكبائر. من الذي أمرك بهذا؟ النبي محمد؟ لا. علي؟ أبدا. الحسين؟ لا، الحسين بريء منهم، والحسن بريء منهم، وعلي بريء منهم، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم بريء منهم. وهم كما قال عنهم شيخ الإسلام أخطر على المسلمين من اليهود والنصارى. واقرأوا التاريخ كيف دخل التتار بغداد بخيانة الشيعة. الوزير ابن العلقمي وابن أبي حديد، ابن أبي الحديد وزير خائن آخر، كيف دخلت أمريكا العراق بخيانات الشيعة؟ حاولوا اغتيال صلاح الدين الأيوبي 4 مرات وسلمه الله عز وجل. تاريخهم أسود، وهم يد في كل يد تريد الخراب والدمار لهذه الأمة، وهم الآن يعبثون في اليمن وفي لبنان، والعراق أصبحت لهم، وسوريا معهم، بل وهم الآن يحاولون نشر هذا الفكر الخبيث حتى في بلد الأزهر، حتى في معقل السنة. فانتبهوا، ولهم جرائد، ولهم متكلمون وعمائم، وبعضهم يخرج في بعض القنوات، فاحذروهم وحذروا الناس من شرهم. هذه أعظم بدعة في يوم عاشوراء ما يفعله الشيعة. ثم بدعة أخرى يفعلها النواصب اللي فرحوا في موت سيدنا الحسين، ألا وهي بدعة توزيع الحلوى، صناعة بعض الأطعمة المخصوصة بيوم عاشوراء. أعداء الحسين فرحوا بموته، فكانوا يخصون هذا اليوم بالاغتسال، بالاكتحال، بتوزيع الحلوى. نحن لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، نحن براء من هؤلاء ومن هؤلاء، براء من الذين قتلوه، وبراء من الذين غدروا به وخانوه. نحن على هدي نبينا محمد، موزونون بالقرآن والسنة، لا نخوض فيما كان بين الصحابة من دماء، ونبرأ إلى الله ممن أسال قطرة من دم الحسين، ونبرأ إلى الله ممن وعده وأغراه وخانه وباعه وخذله وغدر به. فتلاقي بعض الطيبين يفعلون هذا جهلا، فيخصون يوم عاشوراء ببعض الأطعمة، حبوب يطبخونها مع بعض اللبن والحلوى والسكر، هذه عاشوراء ما شاء الله، هذه عاشوراء.
طبق من البليلة، هي دي عاشورة اللي الشيخ صدع رؤوسنا عنها ساعة، هي دي عاشورة. نحن نجيد التدين عن طريق المعدة، كل موسم من مواسم الطاعة اخترعنا له طبخة. نصف من شعبان موسم يعني مرق ولحم، 27 رجب موسم يعني مرق ولحم، عاشورة موسم. أولا نجيد التدين إلا عن طريق المعدة، هذا موسم للطاعة للصيام لتلاوة القرآن لذكر الله عز وجل. ومن بدع هذا اليوم أن بعض المغفلين اخترعوا له صلوات مخصوصة بأذكار مخصوصة وصور تكرر، وكل هذا الركام باطل في باطل في باطل. الخلاصة، هذا شهر عظيم من أشهر أربعة من الأشهر الحرم، مطلوب فيه ألا نظلم أنفسنا ولا غيرنا. عام من حياتنا مر، نحاسب أنفسنا عما انقضى فيه من أعمالنا، فإن وجدنا خيرا فلنحمد الله، وإن وجدنا شرا فلنستغفر ونستدرك بتوبة إلى الله. هذا شهر الصيام، بل هو أفضل شهر يصام فيه بعد شهر رمضان. من السنة أن نصوم يوم التاسع والعاشر على الأقل، ولو صمت يوم وأفطرت يوم في هذا الشهر العظيم فهذا خير في خير في خير. أسأل الله عز وجل الذي بلغنا شهر الله المحرم أن يحرم أجسادنا على النار. اللهم حرمنا على النار، اللهم احفظ مصر وأهلها من شرور التكفير والتفجير وسائر الفتن. يا رب احفظ مصر وأهلها من شرور التكفير والتفجير وسائر الفتن. يا رب احفظ مصر وأهلها من شرور التكفير والتفجير وسائر الفتن. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ سوريا وأهلها، اللهم احفظ اليمن وأهلها، اللهم احفظ ليبيا وأهلها، اللهم احفظ تونس وأهلها، اللهم احفظ المملكة العربية وأهلها، اللهم احفظ أمة خليلك محمد. رحماك رحماك يا ربنا بأهل برما، اغفر لنا تقصيرنا في نصرتهم يا رب. رحماك رحماك يا ربنا بكل مسلم، اللهم فك أسر المأسورين، فرج كرب المكروبين، ارفع الظلم والضيم عن المظلومين. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. احفظنا بحفظك، اكلأنا بعنايتك، احرسنا بعينك التي لا تنام، اكفنا برحمتك من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. اللهم دبر لأمة خليلك محمد، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم ليس لنا إلا أنت، أنت حسبنا ونعم الوكيل. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة. توقوا إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيار، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.